السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، على خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. أهلا بأعزائي مشاهدي ومتابعي قناة المزرعة البيتي على قناة اليوتيوب وعلى صفحة الفيسبوك. النهاردة بفضل الله حلقة تعليمية جديدة هنتكلم فيها عن فوائد وأضرار العيش لتسمين الأغنام، ولكن مبدئيا أتمنى من حضراتكم ما تنسوش تذكروا ربنا وتصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وكمان تدعمونا بلايك عشان ربنا يكرمنا جميعا وكمان نقدر ان احنا نستمر في نشر الفيديوهات التعليمية. طيب يلا بينا نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. زي ما ذكرت لحضراتكم النهاردة هنتكلم عن العيش الناشف في تسمين الأغنام. طبعا كنا عملنا حلقة تعليمية زمان حوالي من سنة أو سنتين، ولكن ناس كتير قوي طلبت مني الحلقة ديت عشان هم مش عارفين يوصلوا للحلقة القديمة. تمام كده. طيب غير كمان ان احنا كان بيجي لي تساؤلات كتير من ناس محترمة كتير على من عائلة قناة المزرعة البيتي، وبيتكلموا فيها ان هم بيستخدموا العيش بطريقة خطأ طبعا، فحصلوا مشاكل كتير. فالنهاردة بإذن الله هنتكلم دلوقتي عن الفوائد وعن الأضرار وعن الكمية اللي احنا مفروض نحطها لكل الخروف عشان نتجنب اي مشاكل. وخلينا نعرف مبدئيا كده، هل العيش الناشف اللي قدام مني دوت ليه فوائد للغنم ولا اي كلام في اي كلام؟ طيب مبدئيا كده العيش ليه فوائد كويسة جدا 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 للغنم في تسمين الاغنام، وليه اضرار اكتر من فوائده. طب ازاي الكلام دوت؟ دلوقتي انا عشان ابدا تسمين قطيع زي دوت واجي احط عيش، يبقى انا كده غلطان، يبقى انا كده غلطان. احنا بنبدا نحط العيش الناشف من عمر 7 شهور. الخرفان اللي قدام حضراتكم دي 6 شهور، داخله في 6 شهور. تمام كده. طيب بنبدا نحط العيش الناشف في بدايه ال7 شهور دي. كده اول معلومه لحضرتك، ممنوع تحط العيش الناشف قبل كده. الكرش لسه هنقول ان هو لسه متكونش، او مثلا لسه الكرش بتاعه صغير، العيش لو اتنفش في الكرش هيحصل له لكمة فظيعة وممكن يموت منك. تمام كده. لكن على 7 شهور خلاص الخروف نضج معاك، وبنبدأ ان احنا اصلا نزود كمان علف. تمام كده. يبقى مبدئيا العيش الناشف ما نحطهوش للغنم غير على 7 شهور عشان نتجنب المشاكل الهضمية، عشان نتجنب المشاكل الهضمية، عشان نتجنب المشاكل الهضمية 3 مرات اهو. طيب ايه هي الكمية اللي انا بحطها للخروف مع العلف؟ وليكن ربع رغيف. هنطلع السلم تدريجي في العيش زي ما بنطلع في العلف، ولكن في العيش هنبدأ معاه بربع رغيف لمدة قد ايه؟ لمدة شهر. اقعد معاه كل يوم قصه لكل خروف ربع رغيف. طبعا الغنم هنا بتعشق حاجه اسمها عيش، ولكن برضو انا مش هخليهم ياكلوا عشان هما لسه برضو ايه زي ما قلنا ما تموش السن اللي انا احط فيه العيش. لكن طبعا صحابنا اللي جوه اللي بيتعلفوا دول ما شاء الله دايسين في العيش، انا اصلا بنشف لهم العيش دوت. طيب نرجع لموضوعنا. يبقى احنا اتفقنا ما نحطش عيش غير على عمر ال7 شهور. هنحط قد ايه على وجبة العلف اللي احنا بنحطها لكل خروف لكل راس؟ ربع رغيف. تمام كده. لمدة شهر. بعد كده ابدأ ان انا ازود لكل خروف نص رغيف. تمام كده. عدى اسبوع اخليه غريف رغيف الا ربع، عدى اسبوع يبقى رغيف، يبقى انا اخري مع كل خروف هو رغيف واحد فقط لا غير، رغيف واحد فقط لا غير. انا عايز اقول لحضراتكم من غير ما احلف الكلام ده، طبعا حضراتكم فاهمين ان انا في المزرعه البيتي على مدار سنين طويله جدا كل الكلام دوت عن تجربه، كل الكلام ده عن تجربه، ومحدش بيتعلم ببلاش. فكل المشاكل اللي انا قابلتها طوال حياتي في تربيه الغنم سواء تربيه او تسمين بطلع اقولها لحضراتكم عشان انتوا كمان تتجنبوها، مش عايزكم تعملوا نفس الاخطاء بتاعت زمان. الكلام ده من سنين. تمام كده. نيجي بقى لاخطاء المربيين اللي بيتصلوا بيا او بيبعتولي على الواتساب يقولوا لي الحقنا استاذ محمد الخروف عندنا بيتلكم كتير وبيحصل اسهالات كتير.
وللاسف طبعا زي ما احنا ما انا معود بحضراتكم ان احنا لازم ندور على المشكله الاساسيه اللي بتخلي لو حاجه كل شويه تجيلنا بندور على المشكله عشان نعرف نحلها من جذورها. طبعا بلاقي ان المربي بيحط كميه عيش يمكن اكتر من كميه العلف اللي بيحطها للخروف، وده اكبر غلط، ده اكبر غلط. حتى لو خرفان كبيره، حتى لو خرفان لحمه هيجي لها اسهال وهتتلكم منك. ما تفكرش ان خروف كبير هيقعد ياكل في عيش، ما هو العيش ده عامل زي القمح، هو العيش اصلا معمول من القمح. انتوا فاهميني؟ انتوا طبعا فاهمين ان كميه القمح اللي احنا بنعود الخروف عليها، ومش اي حد بياكل قمح كمان، يعني دي صنعه لازم تتعود الخروف على القمح وشغلانه. انا هنا ما باكلش غير قمح، فعشان كده بقول لكم العيش معمول من القمح. يعني تخيلوا بقى، تخيلوا ان انتوا بتحطوا قمح، ما هو لازم يتلكم ويجيله اسهال، وكمان بيحصل نفوق. يعني اوقات كتير اللكمه بتكون شديده وبيحصل نفوق نافق، يعني الحيوان يموت. ليه؟ لان هو عمال يديله في حاجات للكمه واللكمه مش عايزه تفك، العيش خلاص اتنفش في بطنه هيعمل ايه؟ فعشان كده بقول لحضراتكم العيش اخره نبدأ معاه بربع رغيف، والعمر السن للخروف يكون 7 شهور، يقعد ياكل عيش بقى لحد عمر 10 شهور، عمر سنة، العمر سنة على حسب ما انت تقعده عندك بقى براحتك، بس اخره رغيف واحد على العلف. وما تفكرش ان العيش هو اللي هيحول لك الخروف، ما فيش الكلام ده. احنا بنحط العيش المرة المليون، بنحط العيش اولا عشان في خميرة، معمول بخميرة، وزي ما احنا قلنا قبل كده ان الخميره بتنشط البكتيريا النافعه، زائد ان العيش بيحلي طعم اللحمه، بس مش معنى كده ان العلف هو اللي مش بيحلي طعم اللحمه، لا مفيش الكلام ده، هو الاساس بتاعنا العلف، لكن احنا بنزود كاضافات، كاضافات احنا ما نقدرش ان احنا نستغنى عن العلف. فصدقوني كل حاجه وليها نسبتها، وكل حاجه بالمعقول، لو مشينا بما يرضي الله وحطينا الحاجه بالمظبوط صدقوني هتفرق معاكو. وخلي بالكو العيش بيحلي طعم اللحمه مع العلف، تمام. وبرضو ما في ناس هتقول طب هو بيحول اللحمه، هقول لكم بيحول، ان هو زيه زي القمح، هو بيحول زيه زي القمح، بس طبعا زي ما قلت لكم مش بيحول زي العلف. طبعا العلف رقم واحد عندنا، يعني محدش يقدر يستغنى عن العلف، لكن احنا بنحط اضافات كاضافات لا اكتر ولا اقل. فخلوا بالكو وربنا يستر عليكم. وحبيت اعمل الحلقه ديت سريعا كده عشان اخواتنا المبتدئين، وكمان اخواتنا المربيين اللي هم مش عارفين يظبطوا نسبه العيش في العلف. وحاجه اخيره، العيش ما ينفعش يتحط للخرفان غير لما يكون ناشف او زي كده، بنسيبه في الشمس لمده 2 3 يومين لحد ما ينشف، تيجي تمسك الرغيف يدوب في ايدك، يتكسر في ايدك. غير كده ما تحطش عيش، لو ان انت لو حطيت عيش طري اعرف ان الخروف هيتلكم منك. كل عيش طري وشرب ميه، شكرا، العيش هيتنفش في بطنه. تمام كده يا جماعه، يا رب يكون قدرت افيد حضراتكم ولو بحرف واحد. اتمنى من حضراتكم ان انتوا تدعوا لي دعوه كويسه، وكمان تدعموني بان انتوا تدوسوا لايك عشان اقدر استمر ان انا اعمل لكم فيديوهات تعليميه جديده دايما. كان معكم محمد مصطفى من قناه المزرعه البيتي، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.